بس ده إذن كما كتشاهدوا معنا اليوم من بعد الإجراء ديال نقل المواضيع البارحة من الأكاديمية إلى المديرية الإقليمية والتأمين ديالها كما لاحظتوا تأمين تام، اليوم تتم عمليات تسليم المواضيع لمراكز الإجراء لامتحانات البكالوريا. هاد المراكز هادو اللي كاين في فحص أنجرة، 7 ديال المراكز. وفحص أنجرة كما كتعرفوا هي مديرية إقليمية ذات طابع قروي 100%، إذا الإجراء يختلف شيئا ما عما يتم العمل به في المجال الحضري، بحيث أن عندنا حنايا دو زيكيب ديال المديرية الإقليمية هي اللي كتتم نقل وتأمين المواضيع من المديرية الإقليمية إلى هذه المراكز. وهذا علاش كنبداو بكري شي شويه، اليوم راه 5 ديال الصباح دابا هادي، باش كنبداو التوزيع ديال هاد المواضيع كما غادي تشاهدوا معنا وغادي تصوروا معنا ان شاء الله. بالنسبه لعدد المترشحين بالنسبه للجهوي عندنا حوالي 560 مترشح ومترشحه، وبالنسبه للوطني حوالي 475 مترشح ومترشحه. عندنا هذا الامتحان الموحد الجهوي اللي غادي ينطلق اليوم ان شاء الله. فبعد ما تسلمنا مواضيع الامتحان وصلتنا عن طريق المديريه مامنه بعناصر الامن والاستعداد التام، قمنا على فتح المحفظه بحضور مترشحين ممثلين على المترشحين وواحد المجموعه من الافراد تحت الاشراف ديال رئيس المركز. ثم انتقلنا الى فتح الاضرفه الكبرى داخل القاعه داخل كتابه الامتحان، ومن بعد فتحنا المواضيع الصغرى في 7 قال 15 دقيقه في داخل القاعات كما ينص على ذلك دليل المصادر ديال الامتحانات، المنظم الامتحانات الجهويه لهذا السنه. من بعد في 8 بالضبط اعطيت انطلاقه بدايه الامتحان. الان مترشحين داخل القاعات ديالهم تجتازوا الامتحان ديالهم، نتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله.